مع الأول خبر، حيث أنهى تعبير علي العنزي معاناة زوجها مع الفشل الكلوي الذي استمر معه لأكثر من 5 سنوات، حيث قامت بالتبرع له بإحدى كليتيها في ضرب من ضروب الوفاء والتكافل الاجتماعي. أكيد لازم أخذ معي عبر الهاتف عبير العنزي. حياك الله عبير. يا هلا. أول حاجة الله يسلمك ويبارك فيكي، أول حاجة أحب أقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تحبي تحكين شوية تفاصيل عن موقفك الإنساني اللي عملتيه مع زوجك؟ والله موقفي، أي زوجة أتوقع أنا تمر في نفس الظرف اللي أنا مريت فيه، أنها أقل شيء تقدم لزوجها أنها تبرع له في كليتها. هذا شيء قليل وله كثير يعني على الزوج. يعطيك ألف عافية عبير، الحمد لله على سلامتك والحمد لله كمان على سلامة زوجك. بس حابة تخبريني كيف الحالة الصحية الآن لزوجك وكيف حالتك أنت الصحية الآن؟ الحمد لله أنا وضعي الصحي تمام، أموري كويسة الحمد لله. خرجت من المستشفى البارح. زوجي الحمد لله وضعه كويس، ولكن لحد الآن في المستشفى يحتاج فترة يعني من الرعاية والاهتمام، كون أنه متقبل يعني جسم جديد. أكيد طبعاً. أيوه تحتاج شوي رعاية واهتمام. طب الحمد لله. عبير احكي لنا شوي كيف قررتي انه انت تتبرعين لزوجك؟ احنا نعرف انه انت تمرين ب يعني بتحاليل، واذا كان في تطابق، اذا يعني اشياء ثانيه انه ممكن الاغلب يجهلها، ايش المراحل اللي انت مريت فيها وكيف يعني كيف قررتي انه انت تتبرعين لزوجك؟ والله انا قررت اتبرع له بعد فتره شهرين من بدء الغسيل. جميل. نعم. بعد فشل كلوي بشهرين، استمر على الغسيل بشهرين، فلاحظت يعني التعب والارهاق اللي مرضوا فيه، وظرف الصحي صعب مره شهرين. أكيد. بظروف صحيه صعبه. فبعد مرور الشهرين هذه قررت انا بالتبرع. رحت المستشفى العسكري، جريت فحوصاتي وتحاليلي، لكن كان عندي ظرف طارئ صحي منعني وقتها من التبرع. نعم. فرفضوا المستشفى العسكري في البدايه تبرعي للظرف الصحي اللي انا فيه. نعم. رحت مستشفى دله، جريت عندهم عملية، خلصت أموري الصحية، سيقت على صحتي تمام. قال لي الدكتور خلاص الحين مهيئة للتبرع، ما في مانع أن تتبرعين. فرجعت مرة ثانية مستشفى الأمير سلطان، مستشفى العسكري. نعم. جتنا مرة ثانية وطلبوا إعادة لجميع التحاليل. وعملناها والحمد لله كانت أموري كويسة، مهيئة أني أتبرع. الحمد لله. يعني عبير أنا ما أقدر أقول غير أنه هذه من العشرة الحسنة، وأرجع أقول الحمد لله على سلامتك وعلى سلامة زوجك، وإن شاء الله بإذن الله كده أتمنى لكم تمام الصحة. احنا نعرف انه هذه المواقف الانسانيه نقول دائما العشره الحلوه. أكيد. الود، هذه الشغلات اللي تصير. يعني دائما اقول انه الزوج والزوجه هم اقرب اثنين ممكن يوقفوا ويساندوا. صح. بعض، وهذه واحده من الصور اللي الواحد يقول الحمد لله انه لسه الدنيا بخير. طبعا. يعني بنسمع مشاكل كثير خلال هذا البرنامج، مواقف كثير بتصير تغبن وتقهر، لكن هذه المواقف اللي تخلي الواحد اقلها يكون مبتسم. بس شوفي، هو يعني اكيد الزوج ده كان جدا طيب معاها، جدا انسان يعني كويس. لو ما كان كويس ما تخيل انه في ممكن احد يسوي موقف زي كده. اكيد هو يعني شايلها من الارض شيل، عشان كده هي ما استخسرت في حاجه زي كده. صدقيني مو بس عشان كده، هو موقف انساني بالنهايه. صح. كان زين معها، كان شين يعني بالعكس، حتى لو كان قاسي وتبرعتي له بجزء منك صدقيني بيلين ويحن. هو الموقف، هي اصيله. صح. والموقف صراحه يعني ما تقدري تشوفي انسان يتالم. صحيح. كان كويس ولا كان مش كويس انت بتتبرعين. اتفق معك.